سياق النقاش اللي كان دائر حول موضوع ديال تعديل بعض بنود مدونة الأسرة، النقاش اللي كان على مستوى بعض الجامعات وبعض المحاكم ديال المملكة، وكذلك بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2022 اللي شدد فيه جلالته حفظه الله على ضرورة التطبيق الكامل والصحيح للمقتضيات القانونية في هذا الإطار. في هذا السياق كيجي التقرير ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية اللي صدر في يناير 2023، واللي كيتكلم على الفترة ما بين 2017 حتى 2021 للقضاء الأسري في المغرب. خلص التقرير من بين ما خلص إليه إلى الارتفاع المهول لانفصال أو انفصام ميثاق الزوجية، وسجل أرقام هي كالتالي: انحلال ميثاق الزوجية كان الرقم هو 588,769 مقسمة على قضايا الطلاق بمختلف أنواعه الاتفاقي وما إلى ذلك، الرقم هو 164,477، قضايا التطليق بمختلف أسبابه 424,292. هذا إذا ما قارناه بطلبات الإذن بتوثيق الزواج واللي بلغت 1,199,232. هنا بطبيعة الحال كانت تسائلوا هذه الأرقام تسائلنا، مع الإشارة إلى أنه كان ازدياد مضطرد في زمن كورونا. هذا كما قلت يسائلنا على فكر المشكل، أين الخلل؟ خاصة بعد التوجيه ديال جلالة الملك أنه ضروري من تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها إذا اقتضى الحال ذلك. انتهى النطق الملكي. حنا كنشوفوا ملي كنقولوا حنا يعني المركز الذي انتمي اليه والمراكز اللي كتشتغل في هذا المجال ديال الارشاد والاستشاره والوساطه الاسريه، ان الخلل كنشوفوه في مسطر الصلح القضائي من خلال الماده 82، وبالضبط فيما يخص المؤسستين، مؤسسه الحاكمين ومؤسسه مجلس العائله. بطبيعة الحال لا نخوض في الأسباب، كيعرفوها الناس الممارسين المجال بأنها أخفقت إخفاقا على كل حال ماشي بالشكل اللي كان مطلوب خصنا نوصلوا له. ولذلك هنا كنرجع إلى التقرير الأخير في 2014 ديال القضاء الأسري في المغرب اللي كيقول بأن الصلح في حاجة إلى مزيد من الجهد والتطوير في آليته من أجل تحقيق الغاية منه. واقترح التقرير نفسه مسألة المؤسسة الوساطة الأسرية بقضاء الأسرة ضمانا لتماسك الأسرة وضمانا للمصالح الفضلى للأطفال. هنا كنأكدوا كذلك على هذا الأمر هذا ديال الوساطة الأسرية، بل كنشوفوا أنه خيار استراتيجي ممكن من شأنه أنه يخفف من الإشكالية ديال الطلاق وتداعياته بطبيعة الحال. وفي هذا الإطار كنشوفوا بأنه لازم أنه يتوضع واحد الإطار قانوني لكي ينظم هذه الوساطة الأسرية. كنضيف كذلك لما لا يكون التنصيص على شرط الوساطة بما هو نزاع توقعي يكون في عقد الزواج، وكنقترح أنه يتم إدخال نظام الاستشارة والإرشاد في أقسام قضاء الأسرة خاصة قبل إيقاع الطلاق، وممكن يتكلف كذلك بتبعاته وتداعيته النفسية سواء على الزوج أو الزوجة أو الأولاد. وأضيف وأختم بهذا لما لا يكون تأهيل المقبل على الزواج وتم اعتماد واحد الشهادة للتكوين فضلا عن الشواهد الأخرى التي يدلي بها الراغب في الزواج في هذا السياق، وتأهيل كذلك المراكز اللي كتشتغل على الاستماع والإنصات أنها تخدم باحترافية وبمقاربة ليست أحادية ولكن مقاربة ديال الوساطة اللي كتستمع إلى الطرفين.